الجميع مواطنا أصبح أولى وأصبح المكان اللي حنا كنتواجدوا فيه هذه السقالة بنيت في عهد السلطان الوالي سيدي محمد بن عبد الله. قمنا بهذه المبادرة كيف ما كتشوفوا هذه لافيش، هذه هي النسخة الأولى من تراثيات المدينة القديمة تحت شعار أطفال المدينة القديمة أملا في الحفاظ على الموروث الثقافي. عندنا اليوم 28/29 بشراكة مع سيدي بليوط مع فعالية المجتمع المدني، وعلى رأسهم سي عزيز الشابي اللي هو النائب رئيس مقاطعة سيدي بليوط. فكرنا في الوليدات ديال ساكنة سيدي بليوط عامة باش نديروا لهم هذا البرنامج الثقافي، نعرفوا مع المآثير كيف مشينا لعرس الزرق طونيس قالا. دابا حنا كنتواجدوا امام المعبد اليهودي، لان كيف ما كتعرف الدين تاعنا ودين التسامح كنتفتحوا على جميع الاديان. صراحه هذا هو الموضوع اللي علاش هذاك جبناهم، يعني الناس هما كيسكنوا حداهم كي ما عارفينش شنو كان هنا، بحال عرس الزرق طوني كيف ما عارفينش بان راه كانت عرس فرانسيس ولا وراه مدفونين فيها ناس شهداء في البومباردمون تاع كازا في عام 1907، ولا بالنسبه حتى السقاله شنو كان فيها، ولا الكنيسه الاسبانيه اللي ولات دابا هي دار الثقافه. واش علاش هذيك بغينا الوليدات، يعني من صراحه هذه البديله درناها باش الاطفال تاهما تكون عندهم واحد باجاج ثقافي كبير، يعني ولينا كنهتموا اكثر يا بالتعليم وباش نعلموهم الثقافه ديالنا وتاع كازا ومدينه قديمه، مدينه قديمه خاصه. وكان جا من الصويره، كان من واحد المنطقه كيقولوا لها بوزرقطون، جاس كان هنا في السوينيا. اليوم تعرفنا على دار الثقافه وعلى عرس الزرقطوني وعلى سيدي علا القرواني، وتعرفنا على الامتامات والقرن ديالو، ودابا كنتعرفوا على المعهد اليهودي. عجبك هادشي؟ عجبني بزاف.